تقولي كلمة ايه بقى النهاردة؟ لا يلا شغلنا ونتاخد يلا. شوفوا ازاي النهاردة الحمد لله. شايفة انها زي الفل، انا شايفة انها فضيت دلوقتي بس لكن هتدهني تاني عشان الدنيا حارة. طب ورؤيتك ايه من الفترة اللي جاية؟ رؤيتي ان احنا لازم نختار الرجل المناسب للمرحلة. وايه رأي حضرتك في نظام الأمن؟ زي الفل. هتمسك بمين بقى؟ وبالنسبه سيسي طبعا هيكون مين يعني مقاطعين من الهموش. انا مش شايفه ان هم عندهم حق للاسف الشديد، يعني انا شايفه ان وطنيتهم لازم تكون اهم شيء بالنسبه، ولائهم يبقى للوطن مش لشخص، ولائهم لابد ان يكون للوطن، وده مش ولاء للوطن. لما الوطن يمر بمرحله خطر وانت تتخلى عنه تبقى ما انتش